على خطة الدولة أو رؤية الدولة ربما، أو ما الذي من المفروض أن تفعله الدولة عند نقل مقرات الوزارات وبعض المقرات الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة؟ المباني اللي بتشكل تراث وقيمة تاريخية كبيرة خصوصا اللي موجودة في وسط البلد دي، المفروض الدولة تعمل بيها إيه وكيف يمكن استغلالها الاستغلال الأمثل؟ ده موضوع مهم جدا. كنت طرحت رقم يمكن ضيفية يعني سمعوه كمان، أو بيقال حتى أنه ربما يعني أكتر كمان من كده، أنه رقم يعني قيل أنه فيه حوالي 700 مليار جنيه ممكن يتوفروا للموازنة العامة للدولة إذا ما تم الاستغلال الأمثل لهذه المباني التاريخية. بجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية ضيفي الكريمين. وكنا عند الأستاذ خالد قبل الفصل على طول، وحضرتك كنت بتتكلم على أو بتدي أمثلة، يعني بتدي مثلا مع وزارة الزراعة إزاي ممكن تستغل الحاجات اللي عندها قبل ما نفكر في موضوع النقل للعاصمة الإدارية الجديدة والمباني نفسها. أنا بقول وزارة الزراعة على سبيل المثال، ده يبقى يعني مثال لكل الوزارات اللي موجودة ان هي ما تنتقلش للعاصمة الإدارية الا بعد طرح رؤية ليها بكيفية الاستغلال المتاح لديها وقدرتها على ازاي في تطوير الاداء بالنسبة لهذه الوزارة. انما على سبيل المثال ان عندنا هيئات اقتصادية اكثر من 51 هيئة اقتصادية على مستوى كل الوزارات، على رأسهم الثروة السمكية، واعتقد ان الثروة السمكية يعني السيد الرئيس خد خطى كبيرة في هذا المجال، إنما الثروة السمكية تستطيع أن تفي بالاحتياجات الإنتاجية لمصر، وخصوصا حجم الاستهلاك المحلي فوق 2 مليون طن سنويا، تستطيع إن هي وخصوصا عندي بحر أبيض وبحر أحمر وعندي نهر النيل وعندي مناطق أوريدي تصلح للزراعة السمكي موجودة في الدلتا وموجودة بالقرب من محور قناة السويس. كل ديت لم تستغل الاستغلال الأمثل، وخصوصا عندي شريط طويل على حدود البحر الأحمر لم يتم استغلاله في الزراعة السمكي سواء السمكي أو جمبري. لو تم استغلالها كل هذه المساحات وفي ظل رؤية واضحة، لا الوزارة الثروة السمكية تستطيع أن تحقق من الإنتاج الزراعة السمكي والزراعة السمكي والجمبري ما لا يقل عن 10 مليار دولار، وده ده مستهدف بالنسبه لها وخطه ودرجه ذاتها تقدر توصل. هو انا لسه بستورد يا فندم لغايه دلوقتي؟ بنستورد ما بين 200 ل 300 الف طن سنويا. ده بيتكلف كام تقريبا؟ معلش يا سياده النائب احنا خرجنا شويه عن الموضوع، بس هو برضو في سياق الحديث عن تطوير الفكر، يعني ده بيتكلف كام تقريبا سنويا؟ بيتكلف فوق 150 مليون دولار سنويا. 150 مليون دولار سنويا. بستورد سمك وجمبري. لا جمبري اكتر من كده، ممكن نوصل الى 900. يعني 150 مليون دولار ده مش شامل الجمبري؟ لا مش شامل الجمبري، مع انه عندي كل الثروه السمكيه. ما انا عندي ان انا رقم واحد في الاستزراع الجمبري على مستوى العالم، وخصوصا ان شريط البحر الاحمر هو امن من افضل مناطق الاستزراع الجمبري على مستوى العالم. ال 10,000 فدان او ال 1000 فدان هناك بيديني كميه انتاج لو انا بنتج مش اقل من 2 مليار دولار في ال 1000 فدان اللي موجوده. لو انا هبتدي اعمل استزراع جمبري السنه دي، قبل نهايه السنه دي اكون كسبت 2 مليار دولار. فلو انا عندي كام 1000 فدان موجوده، ده بس من بند واحد في وزاره واحده من ضمن الوزارات ال 31. بند واحد في وزاره واحده، يعني ربما نفس الوزاره عندها بنود تانية غير الوزارات التانية. انا عندي بقى. عندي البنود التانية، انا عندي مركز بحوث عمل تقاوي للقمح ينفع ان انا ازرعها في كل يعني في الاماكن الصحراويه او الاماكن الممطره او الاماكن الارض المالحه اللي ممكن اعمل فيها زراعه القمح. انا مصر اكبر مستورد قمح على مستوى العالم. انا مصر بتستورد لن يقل سنويا عن 6 ل 7 مليار دولار سنويا. ده قمح بخلاف الذره، بخلاف الذره الصفراء، بخلاف باقي البقوليات الاخرى. يعني بستورد مصر احنا بتستورد. حتى العلف بنستورده مش كده؟ فاتوره ابدا العلف حتى بنستورده. العلف بتستورد. برغم ان انا ما عندي المقومات بتاعتي اللي انا اقدر ان انا امال واقفين فين يا فندم؟ واقفين فين عشان نصنع؟ واقفين ان وضع رؤيه. ما انا النهارده لو انا حولت هذه الوزارات واديت يعني اديت صلاحيات لهذه الوزارات ان هي او بالمساعدين بتوع بالوكلاء الوزارات بالمديرين القدره على الابداع وعلى الابتكار وعلى الطموح،
لا مصر، مصر بقول لك الموازنه السنه الجايه ما فيش فيها عجز. بس يا فندم عندنا الدوله دلوقتي بتشجع حقيقي الابتكار والتفكير خارج الصندوق يعني ما هو ما فيش حد بينفذ يا فندم، ما فيش حد من الوزارات بينفذ. خلينا كل وزاره بتعتمد ما هي مخصصاتها الموازنه العامه للدوله. طب هل عندها قدره؟ هل في وزير قدم رؤيه واضحه وشامله بكيفيه استغلال الاصول اللي موجوده عنده وكيفيه تطوير الاداء اللي موجود؟